رجعنا مع حضراتكم والفقرة المميزة دايما فقرة بتستنوها من الثلاث للثلاث مع المتميز المتألق دايما عمر البنوبي. مساء الخير يا عمر. مساء الخير كابتن هادي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. الناس بتنتظرك كل يوم ثلاث وأنا متابع ما شاء الله يعني الفقرة يعني الناس بتتابعها بشكل كبير جدا أدائك والماتيريال والشكل المختلف اللي زي ما بنتكلم بره الصندوق والمعلومات الكتيرة دي بتبقى يعني حاجة مميزة جدا جدا وإضافة لينا يا عمر. لا لا هي إضافة طبعا لي أنا لأنه على شاشة قناة النادي الأهلي في وجود أسطورة من أساطير الكرة المصرية زي حضرتك أنا سعيد بالكلام ده طبعا وبتابع ردود الفعل شوية بس يعني نتمنى نكون بنقدم حاجة عند حسن ظن جمهور النادي الأهلي وتليق بالنادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي وطبعا إعلام النادي الأهلي وأنت زي ما أنت شايف وكنت متابع امبارح يعني طبعاً. جايزة أفضل قناة رياضية 2020 النادي الأهلي فاز بيها امبارح كان إحساسك يا عمر وأنت جزء من اللي ساهمت ولو حتى كلنا بنشارك بأجزاء صغيرة جدا جدا عشان نطلع محتوى محترم يعني يليق باسم النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي كان يعني استقبلت الخبر ده ازاي؟ ده يعني هو الحقيقه مش جديد على النادي الاهلي دايما النادي الاهلي بلاس 90 كده بيجي في اخر دقيقه ويسجل الانتصار وده تقريبا اللي حصل في وقت قياسي كان التغيير الكبير اللي الناس شافته في القناه شكلا وموضوعا اجتهاد طول الوقت من كل الناس اللي موجوده كاداره والشركه وكل عناصر القناه وفريق الاعداد كل فريق العمل انه يطلع الماده الاعلاميه اللي تليق باسم النادي الاهلي انه نكون دايما على قدر اسم ومستوى النادي الاهلي لانه النادي الاهلي مش بيقبل باي حاجه وما يليقش بيه اي حاجه واعتقد انه الجائزه دي تتويج لمجهود كل الناس اللي اشتغلت ويعني اقل حاجه تكون كمان لاعلام النادي الاهلي والقناه النادي الاهلي ان شاء الله وزي ما بنوعد جماهيرنا وان دي مسؤوليه وان شاء الله على قد المسؤوليه والقادم يكون افضل ان شاء الله على المستوى الاعلامي على المستوى المحتوى باذن الله. طيب عمر نروح يعني لمنتخبنا القومي ويعني مباراه توجو اللي اعتقد محت اشياء سلبيه كثيره جدا 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 من مباراه الذهاب في القاهره. رؤيتك ازاي رؤيتك الفنيه واداء المنتخب الأكثر من رائع على المستوى المعنوي للكابتن حسام البدري ولاعبته وجهازه بعد فترة انتقادات يمكن لازعة إلى حد ما في السوشيال ميديا في الصحف من خلال البرامج بعد الأداء الغير مقنع في مباراة القاهرة 1-0. يعني خلينا كابتن نقسمها جزئين، جزء مباراة الذهاب كان لها ظروفها برضو، منتخب بيتجمع بعد فترة طويلة بدون تجمعات بدون مباريات ودية لظروف الدوري وغيره وغيره، لكن في النهاية أنت قدرت أنك تكسب وتاخد 3 نقط وتكسب 1-0. ما كانش الأداء مقنع لأي حد، أي حد بيتفرج مش هيبقى مقتنع باللي شافه، لكن في مباراة الإياب وبمجموعة من اللاعبين اللي يتقال عليهم هم محليين لكن هم لاعبين محترفين في الدوري المصري مع تريزيجيه مع الشناوي كوكا قد على قد برضه ما قدر ولو ان نفس المشكله بتاعت كل مره انه بيجي من اليونان مكسر الدنيا هنا طريقه اللعب اتلعبت له على كره عرضيه واحده اعتقد يعني اللي شفته فمش بس ده محور الكلام لكن كابتن حسام البدري انا مش عاوز يركز مع الانتقادات لان النهارده اول تصريح شفته لكابتن حسام بعد المباراه انه النقد كان غير موضوعي وغير بناء الفتره اللي فاتت المفروض كابتن حسام البدري هو عنده مهمه بينفذها المفروض يبص على الارقام في الاول وفي الاخر هل انت اديت دورك ولا لا وهو برضو قال الكلام ده انا في النهايه بفكر ان انا بعمل الصح للمنتخب وما ببصش للانتقادات اوكي انا مش عايزك تشغل بالك اصلا بالانتقادات يعني ما تحطهاش دايما في جمله مفيده خليك اشتغل انت مدير فني منتخب مصر واخد كل الدعم من اللجنه الخماسيه مفيش اي مشاكل متصدره انتقادات شيء وارد في كره القدم انت عارف طبيعيه وخصوصا انه في شخصيه مثلا بيبقى لها رصيد عند الجمهور كبير وفي شخصيه كابتن حسام ممكن التجربه الاولانيه مع المنتخب الاولمبي ما كانتش ناجحه قوي فبرضه لسه رصيده كمدير فني منتخب ما كانش لسه جديد انت بتبني يا كابتن حسام الرصيد دلوقتي فما تصدرش لنفسك ضغوط طول الوقت ما تبقاش معايش نفسك تحت ضغط طول الوقت المنتخب لعب وكسب 3-0 وادى بشكل كويس الى حد ما وفي ظل الظروف الصعبه جدا اللي بيمر بيها فبالتالي اعتقد ان الفتره اللي جايه هتكون افضل بس المهم دايما نبص على الارقام هو دلوقتي المنتخب قدر انه يتخطى المباراتين بتوع توجو ذهابا وايابا في ظروف صعبه اخذ 6 نقط دلوقتي على الصداره مناصفه مع جزر القمر 8 نقط اعتقد انه المباراتين اللي جايين في مارس اللي جاي فلسه بدري هيبقى في وقت للتحضير هيبقى اعتقد الوضع التاهل مختلف شوية. التاهل يعني في اعتقاد الشخصي مصر تاهلت بشكل بنسبه كبيره قربنا بنسبه يعني. كبيره احنا محتاجين يمكن نقطه من الماتشين اللي جايين عندنا
يعني ماتشين في مارس ان شاء الله نحقق فيها كمان. مهم ان احنا نحقق العلامه الكامله بالزبط. مهم جدا انك تكون كمان لما بتبص في جدول التصفيات والفرق في الجزائر وصلت، بتتكلم عن السنغال وصلت اول فرقه افريقيه تصل للنهائيات، بتتكلم على تونس، بتتكلم فدور بيفرق حتى على زي ما انت بتقول بتمنع شويه ضغوط اعلاميه ترفع عن نفسك الضغوط بالظبط، بتشتغل في جو هادي شويه، انت ممكن توصل للنهائيات يعني توصل بالعافيه او توصل بشكل او على اخر ماتش او على حسبه بيرما ونقطه والكلام ده. فالمباراتين كمان بتوع المارس اكيد على المستوى المعنوي والفني مهمين جدا. يعني انت هتروح تلعب مع كينيا بره على ارضها، وهتلعب جزر القمر هنا في مصر، جزر القمر معنوياته مرتفعه جدا، بينافسوك في صداره المجموعه، وده كان شيء غير متوقع، كان الناس بترشح توجو مصر، لكن فجاه لو الوضع مختلف، كينيا منتخب عنيد رخم بلغه الكوره، هتروح تلعبه في كينيا، الموضوع مش هيبقى سهل، لكن اعتقد انه احنا ماشيين للافضل ان شاء الله. ماشيين للافضل باذن الله، وانا شايف كمان احنا ماشيين للافضل على مستوى المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي انت عارف كان في دوره ثلاثيه، لعبنا المباراه الاولى امام كوريا وكان فيها التعادل، النهارده وما زالت المباراه مستمره، مباراه امام المنتخب البرازيلي، واعتقد النتيجه ما زالت يعني 2-1 للمنتخب المصري. شايف استعدادات كابتن شوقي غريب وجهازه ازاي لطوكيو السنه اللي جايه؟ يعني انا شايف ان كابتن شوقي غريب يعني بطل امم افريقيا تحت 23 سنه، ما كانش محظوظ شويه في تاجيل الاولمبياد، وحضرتك مدير فني كبير وعارف لما بيتلخبط لك الجدول بتاعك وترتيباتك تحضيراتك اتفاقاتك مع المنتخبات على المباريات الوديه بتبقى مشكله، لكن قدر بسرعه انه يلم ورقه، وقدر بسرعه انه يعمل دوره وديه زي دي كمان مع منتخب كوريا الجنوبيه، منتخب البرازيل في الظروف اللي احنا فيها، لكن كمان مع مدرستين في الكوره كبار قوي، وده احتكاك بيدي خبرات للعيبه وبيرفع كمان عنهم لما يجي داخل اولمبياد الضغوط انه هيقابل منتخبات كبيره. لا ما انا اوريدي لعبت البرازيل وممكن اكسب البرازيل، ولعبت كوريا بيلعبوا كوره سريعه وبيتحركوا بسرعه جدا، مدرسه مختلفه. يمكن الجوهري الله يرحمه كان بيعتمد على حته كوريا دي كتير، يعني كان دايما يسافر كوريا لانه مدرسه مختلفه في الكوره فيقدر يطبق فيها حاجات معينه. فانا شايف انه ده اعداد جيد جدا انك تكون لحد دلوقتي متقدم على البرازيل، وعلى الاقل عامل ماتش كبير كمان قدام منتخب البرازيل، وجايب نجوم ولاعيبه كبار جدا بالمناسبه، بيلعبوا في اياكس، بيلعبوا في ريال مدريد، بيلعبوا في انديه كبيره جدا في اوروبا. فاعتقد انه ده دليل على انه التشكيل بتاع المنتخب او العناصر اللي اختارها كابتن شوقي غريب بتأدي بشكل كويس، وان شاء الله ربنا يوفقهم في طوكيو باذن الله. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، وزي ما بنقول ده يعني بداية جيل جديد، تكوين جيل جديد للمنتخب، المنتخب الأول. أعتقد إن شاء الله بعد الأولمبياد معظم لعيبة المنتخب الأولمبي بالإضافة للعيبة المميزة في المنتخب الأول هنكون تشكيلة كبيرة جدا ونوسع قاعدة كبيرة جدا لمنتخبنا القومي إن شاء الله، وكل التوفيق. طيب نطلع بقى بره الصندوق ونتكلم على بعض يعني الأخبار والمعلومات اللي بنعرفها منك لأول مرة. على سبيل المثال يعني واحنا بقرا كده السكريبت لقيت في حارس مرمى يوناني بيلعب للمنتخب المصري. يعني استغربت ازاي يوناني وبيلعب للمنتخب المصري حارس مرمى، يعني تشرح لنا الجزئيه دي يا عمر؟ يعني هي طبعا في تاريخ الكره المصريه يمكن احنا عمرنا ما اعتمدنا على التجنيس ابدا، يمكن في منتخبات كتير بره ممكن تعتمد على تجنيس لعيبه انها تجيبهم وتديهم الجنسيه علشان يلعبوا المنتخب، لكن مصر مستحيل تعمل ده، لا عملته قبل كده ولا تعمله بعد كده. لكن ازاي حارس مرمى يوناني هو حارس مرمى منتخب مصر الاول؟ ده لانه باراسكوس تيرميريتس، وده حارس مرمى نادي اولمبي القناه في الخمسينات، في بدايه الخمسينات، هو من اب وام يونانيين بس مولود في بورسعيد، مولود في بور فؤاد تحديدا. أوكي. وابتدى يلعب كوره في شوارع بور فؤاد، ثم وصل انه لعب لنادي اولمبي القناه وكان بيدربه المدرب الفرنسي وقتها بول بلان، وصعد مع اولمبي القناه من الدرجه يعني الممتاز ب للدوري الممتاز. جيل طبعا كان فيه محمد ابو جريشه، الكلام ده سنه 53 54، يمكن كان البنيان بتاعه قوي جدا، هو كان عيلته تشتغل في هيئه قناه السويس، وموضوع الشحن هو ده باراسكوس، ده باراسكوس يمكن صورته على الشاشه، فكان يمتاز بقوه يعني كبيره في ايديه، وبيقدر ان هو يعني يكون صلب في الملعب جدا، فلفت الانظار جدا. ده مع منتخب مصر بالمناسبه، مع اول بطوله افريقيه خدتها مصر. القصة باختصار انه كان ساعتها موجود فيه مدرب كان يوغوسلافي اسمه ليوبيسا بروششت ده من اشهر المدربين في
في يعني في تاريخ الكوره، درب برشلونه، درب يوفنتوس، وجي درب منتخب مصر، ودرب بي اس في ايند هوفن. يعني من اعظم المدربين الحقيقه اللي اشتغلوا زمان في اوروبا الشرقيه وفي اوروبا وحتى في الخليج لفتره طويله. هو شاف انه اقوى حارس موجود في الدوري المصري هو باراسكوس، فقال له انت تحب تلعب منتخب مصر؟ قال له طبعا، انا مولود في مصر وانا ما بعتبر نفسي مصري يعني. واخد الجنسيه المصريه وابتدى يشارك مع منتخب مصر تحديدا سنه 57. في الوقت ده يمكن منتخب مصر كان ده باراسكوس في مباراه لها قصه، دي مباراه منتخب مصر، مباراه منتخب مصر واليونان يا كابتن واليونان. لك ان تتخيل انه لعب قدام منتخب اليونان منتخب بلد ثلاث مرات مش مره واحده، ثلاث مباريات قدام منتخب اليونان. بس يعني خلينا في الاول الحكايه مشيت ازاي. هو بعد ما انضم، ودي حكى لي الدكتور طه الطوخ يعني، وكمان كابتن حسن امين وهم عاصروه وكانوا موجودين في الوقت ده، لما مدير فني منتخب مصر بروشش وقتها طلب منه انه ينضم لمنتخب مصر، فاخد الجنسيه ولعب منتخب مصر. بدا بدوره العاب البحر المتوسط، وكانت مباراه ضد ايطاليا، ومصر كسبت ايطاليا في دوره العاب البحر المتوسط في بسكارا في ايطاليا على ارضها سنه 57. كان اعتقد كسبنا 1-0. كان باراسكوس هو الحارس الاساسي. يمكن لما كان شويه باراسكوس يبقى يعني مصاب ومكمل متحامل على نفسه، اللي كان بيشجعه من بره كان كابتن عادل هيكل الله يرحمه. كابتن عادل هيكل حارس مرمى كبير، كان بيعتبر انه باراسكوس هو مثله الاعلى في حراسه المرمى، دي حقيقه. وامتدت العلاقه الى ان توفى الله باراسكوس وكابتن عادل هيكل يعني، ودي دي كانت المفاجاه بالنسبه لي في الموضوع. يعني عاوز اقول لحضرتك انه باراسكوس بعد ما لعب 57 بطوله بحر المتوسط، لعب اول نسخه من كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر، وكان هو الحارس الاساسي حتى في الفاينل قدام اثيوبيا، وقدر ان هو يعني ما دخلش فيه جوال في ماتش الفاينل. اخذ البطوله مع منتخب مصر، اول كاس امم افريقيه، كمل في مصر في الكوره لحد ما جه وقت ان هو قرر يسيب مصر بقى مع الظروف السياسيه والتغيرات وكده، وسافر على استراليا. في استراليا اتجه للتدريب شويه 5-6 سنين تقريبا، لكن بعد كده قرر انه يبطل ويقطع علاقته بالكوره تماما. في الوقت ده حكايه ماتشات اليونان ايه بقى؟ هي الصعوبه كانت هنا، انه ازاي انت يوناني وبتلعب في حراس مرمى منتخب مصر ضد منتخب اليونان، وفي اليونان كان اول ماتش في اليونان قدام 25,000 متفرج، وردود الافعال ايه والناس كانت تستقبل ده ازاي؟ كتير جدا الجمهور اليوناني شتمه كتير جدا يا كابتن. وساعتها كان نور الدالي نجم نادي الزمالك وقتها يقف ورا يقف هو في الملعب ويشجعه يقول له ما تخافش وما تقلقش، يقف ورا الجول ويقعد يشجعه ما تقلقش يعني وما تخافش وتكمل وما فيش مشكله وكمل المباراه. وبالفعل في الماتش ده انا فاكر انه يعني النتيجه شفتها 1-1، المباراه انتهت، ما كانتش مباراه سهله يعني، لا هو استسلم للضغوط والشتايم وضغط الجمهور ولا منتخب مصر خذله يعني. في النهايه الفريق كان قوي جدا، قدروا ان هم يتعادلوا. كان السيد الدوزري هو اللي سجل هدف منتخب مصر في المباراه دي، ثم بعد كده منتخب مصر بمشاركه باراسكوس كسب اليونان 2-1 في مباراه وديه برضه في اليونان، ثم في مصر هنا برضه تعادل منتخب مصر مع منتخب اليونان تاني. فالتجربه نفسها كانت تجربه مختلفه، هي مش تجربه تجنيس لان هو مولود في مصر اوريدي وعاش حياته كلها في مصر. لا هو مش يعني ما يعتبرش مجنس يعني، بالزبط. هو الراجل يعني مولود في مصر، هو مولود في مصر اصلا، هو مواليد 10 يناير سنه 31. يمكن ذكرى وفاته كانت من يومين بالظبط، يوم 15 نوفمبر 2018. اعتقد ان التجربه نفسها مختلفه شويه، ما اعتقدش ان احنا ما فيش في تاريخ مصر اصلا حد يعني خد جنسيه حد مصر علشان يلعب منتخب مصر ابدا. ولذلك عشان احنا يعني دايما انا بعمل حساب انه دايما بره بيبص علينا وبيتناول كل اللي احنا بنقوله هنا، لان احنا على شاشه قناه النادي الاهلي. وبشدد تاني على فكره انه عمرها ما كانت فكره تجنيس، لا انا ده واحد مولود في مصر، لكن التجنيس ده بيعملوه ناس تانية. اصدقائك في اليونان كانوا بيقولوا تجنيس يعني؟ انت ليك اصدقاء كتير في اليونان كتير، بس هم اولا هم اتفاجئوا جدا بقصه باراسكوس. ليه بقى يا كابتن؟ لانه رفض تماما يشتغل في الكوره بعد ما ساب مصر، هو علاقته بالكوره كانت مصر، كان يحب مصر جدا. يمكن ده باراسكوس في اليونان في مراحل العمر متقدمه شويه، كان مشجع نادي بانسانيكوس. هنا بمناسبه الصوره دي يا كابتن، يعني يا ريت نقف عند الصوره دي شويه. طب خلينا عند الصوره دي شويه. الصوره دي فيها رساله مهمه قوي يا كابتن هاني. يعني باراسكوس لما سافر استراليا وبعد كده استقر في بلده في اليونان
وكون اسرته وعاش هناك وكمل حياته. كان على طول كابتن عادل هيكل الله يرحمه يتصل بيه ويتكلم معاه، لانه كان صديقه يعني الشخصي وصداقه قويه جدا. في الصوره دي كانت اخر زياره لباراسكوس لمصر، كان سنه 96. 96 اخر زياره. 96 اخر زياره لباراسكوس لمصر. لو تفتكر في الوقت ده يا كابتن هاني كانت المنافسه محتدمه قوي بين الاهلي والزمالك. صحيح. لو بصينا في الصوره دي هتشوف ان في الصوره فيها نجوم واساطير من نادي الزمالك ومن النادي الاهلي. هتشوف كابتن عادل هيكل الله يرحمه، دكتور طه الطوخي ربنا يديله الصحه، استاذ عبد الفضيل طه، الاستاذ نصف سليم، كابتن حنفي بسطان، كابتن زكي عثمان، يعني ودول مع باراسكوس. ايه مناسبه الصوره دي والشخصيات اللي هم اساطير من الاهلي ومن الزمالك؟ ده كان تكريم لباراسكوس منهم، من نجوم النادي الاهلي جوه النادي الاهلي ومن نجوم نادي الزمالك جوه نادي الزمالك بحضور نجوم الفرقتين. التعصب ده احنا بنشوفه على السوشيال ميديا بس، يعني انا شايف يعني انت شايف الصوره ومعبره جدا، وكويس انك بتقول لنا دي في اوقات احنا دايما بنقول يعني يا جماعه مباراه النادي الاهلي والزمالك عايزين الامور تمشي بهدوء، المباراه تاريخيه بالنسبه لمصر اولا قبل ما كل الاهلي والزمالك. النقطه اللي بتتكلم عليها مهمه جدا، ان وجود نجوم النادي الاهلي جوه نادي الزمالك لتكريم شخصيه كان بيلعب في منتخب مصر، وحصل نفس الشيء ان تكرم برضو في النادي الاهلي، ونجوم الزمالك كانت موجوده في النادي الاهلي، ما كانش بالزبط. فيه الصوره البشعه من العصبيه واللي بتتصدر دلوقتي وهي مش موجوده، يعني على ارض الواقع جوه منتخب مصر لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك اصدقاء. شفنا مصطفى محمد مع محمد الشناوي في الصور طبعا. وشفنا قد ايه هي الحاله الطبيعيه، انه في النهايه الكوره هي منافسه، مجرد منافسه في الملعب. انا بتفوق لان انا افضل او موفق او انا عناصر اللي عندي احسن. التاريخ واضح، مش هنعيد كتابته، لكن في الاول وفي الاخر الموقف ده انه هو حارس مرمى مصري يوناني ولعب منتخب مصر وخد بطوله مع منتخب مصر وشارك في مباريات كبيره، يجتمع نجوم الاهلي والزمالك انهم يكرموه. اعتقد ان احنا محتاجين الرساله دي دلوقتي. يعني يمكن باراسكوس في العالم الاخر خلاص من سنتين توفى، لكن ذكرى وفاته من يومين والنهارده الرساله دي واضحه، نعتبرها رساله من العالم الاخر يعني لجمهور الاهلي والزمالك، يشوفوا التاريخ كان شكله ايه، ويشوفوا العلاقه الطيبه ما بين الاهلي والزمالك كان شكلها ايه، والاحترام المتبادل بين كل عناصر المنظومه سواء اهلي زمالك اسماعيلي اي نادي. في النهايه هي منافسه كره قدم في الاول وفي الاخر. اعتقد انه التجربه دي تجربه مختلفه شويه في تاريخ الكره المصريه. جدا يعني اتكلمت مع ماريا بنته، هي يعني موجوده عايشه في اليونان، بتقول لي ان هو محتفظ، كان الله يرحمه محتفظ بكل الجرايد اللي كتبت عنه في مصر اثناء ما كان موجود في مصر، محتفظ بيها وما زالت موجوده عنده في مقتنياته في بيته لحد النهارده، كل الجرايد اللي كتبت عنه، لدرجه ان هو قال لهم انا علاقتي بالكوره هي مصر. يعني طالما هو خرج عن مصر يعني قال مش عايز اشتغل تاني في الكوره، بعد عن كل اعتزل يعني اعتزل ولا مدرب ودرب شويه وبعد كده بطل شويه. وهنا دي زياره برضو لمصر مع بنته ماريا في نادي بور فؤاد، نادي هيئة قناة السويس في بور فؤاد. يعني هو كان عاشق لمصر كمان، يعني ما كانش بيقطع الزيارات وكان بيتواجد طول الوقت. اعتقد كمان انه الفكره نفسها انه كنت اتمنى انه اتحاد الكوره هو اللي يبادر بانه يكرم اسم باراسكوس اللي هو حارس مرمى مصر في اول بطوله افريقيه اخذها المنتخب الوطني. اعتقد انه الاهلي والزمالك كرموه عن طريق نجوم الناديين قبل كده وفي حياته، كان بالاولى على المستوى الدولي كمان. لكن بالزبط. انا في اعتقادي الشخصي يمكن يعني زي ناس كتير اعتقد، حتى ما حدش في اللجنه الخماسيه واتحاد الكوره عنده فكره عن موضوع هذا الحارس اليوناني المصري بشكل كبير جدا. ف وكنت لسه بتكلم معاك يعني اللي شاغلهم بصراحه، انت عارف السوشيال ميديا والاجواء بصراحه يعني محتده بشكل كبير جدا، حتى على مستوى الاتحاد والاخطاء اللي واقع فيها الفترات اللي فاتت. انا بيهمني جدا الصوره اللي انت نقلتها عمر في عمليه نبذ التعصب طبعا. وان احنا داخلين على مباراه كبيره جدا، مباراه تاريخيه لمصر والاهلي والزمالك بشكل كبير جدا، واللي هيكسبها هيروح كاس العالم. كل ده ما عندناش اي مشكله فيه، لكن الجزئيه الاهم انك ازاي ننزع بقى فتيل التعصب ده بشكل كبير جدا. والصوره اللي انت قلتها ديت، وجود نجوم النادي الاهلي في الزمالك ونجوم نادي الزمالك في النادي الاهلي، دي صوره معبره عن الزمن اللي احنا بصراحه بنفتقده من خلال نجوم كبار جدا ومن خلال الاجواء
اللي انا جزء وعشت منه الاجواء ديت ما كانش فيه هذا التعصب خالص يعني. لا اعتقد انت كابتن في معسكرات منتخب مصر هل كانت بتتصنف اهلي والزمالك؟ ما اعتقدش. مستحيل يعني، والا ما كنتوش وصلتوا كاس عالم، ما كنتوش اخدتوا امم افريقيا، والجيل اللي جه بعدكم وكمل نفس الحكايه برده، كان موجود نجوم من النادي الاهلي ونجوم من نادي الزمالك قدروا انهم ياخدوا بطولات ويادوا بشكل يعني مشرف للكره المصريه. اعتقد ان الحكايه ابسط بكتير من انها تتحول لخناقه. دي اعتقد خناقه السوشيال ميديا، ودي بالزبط. اعتقد حتى للناس الناس اللي بتحب النادي الاهلي بجد واللي بتحب نادي الزمالك بجد ما عندهمش هذا النوع من العصبيه. تحب ناديك بشكل مباشر لا شك في كده، لكن بتحترم المنافس، بتحترم اسم النادي الاهلي واسم نادي الزمالك والاسماعيلي، والمنافس يحترمك برضه، وده رد الفعل يعني الطبيعي. بس انا اعتقادي السنوات الاخيره يا عمر هي السوشيال ميديا، بدات الدنيا تتفتح بشكل كبير جدا، وبقت الاراء السلبيه كتير، وبقى بصراحه اللي بيقول راي محترم بيقول عليه انت يعني مالكش مكان في عالم السوشيال ميديا الجديد للاسف يعني. لكن انا على ثقه كمان ان الموضوع ده مش هيطول يعني، الموضوع ده اكيد هنوصل لنقطه ان شاء الله ويبقى الامور تتحسن فيها بشكل كبير. ده دور، وهسالك دور مين بالشكل المباشر، حط لي 3-4 خطوط كده، دي ادوار مين بالظبط عشان نوصل لعمليه الهدوء وعمليه خلينا نرجع تاني اخلاقنا بتاعت زمان على الاخلاق الرياضيه زي ما بيقولوا. هو انا هقول لحضرتك حاجه يا كابتن هاني، النهارده 17 نوفمبر، 17 نوفمبر ده طبعا اعتقد ذكرى يعني انت ضحكت على طول، ذكرى صعود منتخب مصر لكاس العالم 90، اول صعود حقيقي لكاس العالم بتصفيات يعني 34 جهد مشكور لكل الجيل اللي كان في 34 وقدر يصعد كاس عالم، لكن جيل 90 ده كانت حاجه مختلفه قوي. لما نقول انه كان يوم المباراه الجزائر اللي كانت زي النهارده من 31 سنه تقريبا، من زمان قوي صحيح 31 سنه، بتتكلم انه جمهور مصر كله كان بيهتف لمنتخب مصر وبيهتف جوهري جوهري علشان كابتن جوهري الله يرحمه. مظبوط. كان عامل حاله مع جمهور الكره المصريه في وقتها، لكانت الحكايه ما كانتش اهلي وزمالك في الوقت ده، وكان جمهور الاهلي والزمالك هم جمهور منتخب مصر. وبالتالي انا شايف انه يعني بالذكرى بتاعه النهارده دي انا كنت اتمنى كمان انه وسائل الاعلام تشتغل عليها شويه. انا شايف مجهود مشكور من وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، من الهيئه الوطنيه للاعلام، من الهيئه الوطنيه للصحافه نفسها عملت برضو مبادره لنبذ التعصب في الصحف القوميه. ده كل ده كويس، لكن اتمنى ان الجمهور يتفاعل. ازاي الجمهور يتفاعل مع ده؟ انا شايف ان ده دور كمان نجوم الكوره بقى، نجوم الكوره اللي لهم شعبيه عند الجمهور في الاهلي وفي الزمالك، المفروض يتواجدوا بشكل ايجابي في الوقت ده، لان انا بشوف للاسف ظاهره دلوقتي موجوده كابتن هاني ان في انصاف نجوم اللي مجرد مثلا عدى على النادي الاهلي لبس التيشيرت، او عدى على نادي الزمالك لبس التيشيرت ماتشين ومشي، وبيطلعوا يتكلموا على السوشيال ميديا وبيأججوا الوضع يعني بيقودوا الجمهور بشكل استفزازي شويه، وده مش حاجه محترمه. واتمنى انه النجوم الكبار ياخدوا دورهم. عارف يا عمر، حاوف عند النقطه ديت. انت عارف مين اللي يوقف الحته ديت؟ الناس اللي بتستضيف هؤلاء النجوم، وفي بعض البرامج وبعض وسائل الاعلام يعني بتستغل دوت، لان هو يقول لك انا بدور على فلوس، بدور على انتشار، بدور على مشاهده، عايز اطلع ترند، عايز اعمل ترند. وده ده مشكلتنا الاساسيه، ان بقى موضوع الترند دوت حتى على المستوى الرياضي، اللي يغلط اكتر، اللي يشتم اكتر، اللي يقول تصريح غير مسؤول وما يعرفش ان هذا التصريح ممكن يودي في سكه بعيده خالص، عن يعني دخلنا في متاهه تانية احنا في غنى عنها. فده الجزء الاولاني اللي انت بتتكلم فيه، ان حتى النجوم دول اعتقد النجوم المحترمه اللي عندها انتماء اذا كان للاهلي والزمالك او انتماء لمصر بشكل عام، اعتقد بيكونوا بره الصوره تماما يعني. ما هو ده اللي انا كنت لسه يعني هتكلم مع حضرتك فيه، انه في بعض النجوم بينقب نفسه عن انه يدخل يتكلم او يوجه خطاب للجمهور في وقت الدنيا يعني فيها صعبه شويه، لكن للاسف الساحه كده تركت لانصاف النجوم وناس مش مسؤوله او ما عندهاش مسؤوليه، ما عندهاش حس وطني، مش مقدره قيمه فكره لعيب كوره وله تاريخ والكلام ده كله، وتطلع تتكلم بشكل غير مسؤول. اتمنى ان ده يختفي الفتره اللي جايه. لكن كمان يعني وسائل الاعلام عليها دور، ده بالتاكيد. اعتقد ان قناه الاهلي حاليا بتضرب مثال هايل
مع كل برامجها وكل الناس وكل ضيوفها اللي بيتكلموا على قدر ومستوى اسم النادي الاهلي، على قدر كامل المسؤوليه الوطنيه. اعتقد ان الاجواء دلوقتي اهدى شويه في الوسط الرياضي، ماتشين المنتخب مع الاحداث الاولمبي الجايه ومنتخب الاولمبي موجود كمان، فاعتقد انه شويه الناس مركزه مستنيه بقى. ما هو الخوف بقى بدايه من بكره وبعد، الناس يعني مستنيه بكره يجي علشان تبتدي تفكر تاني في ماتش الاهلي والزمالك. انا اعتقد انه جمهور الاهلي والزمالك هم في النهايه هم جمهور منتخب مصر، وفي نفس الوقت هم عارفين ان مباراه اهلي وزمالك اللي جايه هي انعكاس لصوره الكره المصريه والجمهور المصري والدوله المصريه كمان بره، لانه العالم كله بيتابعها. يعني انا من الزملاء الصحفيين في اونز مونديال في فرنسا وفي البرتغال وفي اليونان بيسالوا دايما على ماتش الاهلي والزمالك، طيب مين من النجوم دول كان محترف بره عندنا، ويسالوا طيب هو مثلا اللعيب زي عبد الستار صبري كان بيلعب فين في مصر، كان بيلعب في الاهلي ولا في الزمالك، فيتفاجئوا انه ما كانش بيلعب في الناديين، الحاجات دي. فاعتقد ان الاهتمام ده بيدي مسؤوليه اكبر على الجمهور وعلى اللعيبه وعلى الانديه وعلى كل الناس وعلى المسؤولين. اتمنى ان اتحاد الكوره كمان يبقى له دور، يعني كنت اتمنى كمان اتحاد الكوره مشغول شويه مع منتخبات الوطنيه في الوقت الحالي في فتره التوقف الدولي، لكن كمان لازم يبقى له دور. اتحاد الكوره مش مجرد انه هينظم المباراه النهائيه، لا كمان لازم يبادر انه يكون له دور في موضوع نبذ التعصب اعلاميا، ومسؤولينه كمان يطلعوا يتكلموا ويوجهوا رسائل كويسه للناس. انا شفت الاستاذ عمرو الجنايني طلع اتكلم بشكل ايجابي، كابتن محمد فضل وغيره، اتمنى انه الموضوع يبقى ايه، يعني نتكلم ان شاء الله شوية. الفتره اللي جايه نتكلم ايجابيا في مصلحه، زي ما بتتكلم مصلحه الكره المصريه، مصلحه يعني شكل مصر ان شاء الله. ده يوم تاريخي بالنسبه للاهلي وللزمالك، وكمان يوم تاريخ لمصر انها لاول مره يقام التشامبيونز ليج الافريقي فرقتين من بلد واحده على ارض مصر. يعني خبر سعيد كمان ان انتهى مباراه المنتخب الاولمبي بفوزه على المنتخب البرازيلي 2-1، ان شاء الله ده يكون فال خير ان شاء الله لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله في المباريات اللي جايه. وزي ما انت بتقول يا عمر، ان شاء الله صوره 27 نوفمبر ان شاء الله تطلع صوره تليق باسم اولا مصر، وتليق باسم كيان النادي الاهلي وكيان نادي الزمالك. يعني ده اتمناه طبعا. بمناسبه المنتخب الاولمبي، اعتقد ان فوزه على منتخب البرازيل الاولمبي مفاجاه، مفاجاه، لانه منتخب البرازيل جاي بلعيبه كلهم مصنفين بيلعبوا مع برضه مع فرق اولى في اوروبا. احمد ياسر ريان مكسب النادي الاهلي بالظبط، احرز هدف الفوز. كريم العيري ادى بشكل كويس، سجل هدف كويس جدا. كابتن شوقي غريب يعني بيأدي بشكل هايل وموفق قوي في المباريات الكبيره. صحيح. يعني شفنا تفوق على لويس فان خال في 2001 في بطوله العالم للشباب في الارجنتين 2-1، وكان جيل منتخب هولندا كان قوي جدا في الوقت ده. جيل منتخب مصر برده كان جيل كويس. نتمنى انه يبقى في حته ترابط الاجيال، لان الكابتن حسام البدري كان اتكلم فيها، انا اتمنى انها تبقى على ارض الواقع فعلا. انا شايف انه الجيل اللي مع كابتن شوقي غريب والجيل اللي بيعمله بعد كده كابتن ربيع ياسين كمان، ومع الجيل اللي موجود يقدروا يشكلوا جيل كويس للكره المصريه ان شاء الله. كل التوفيق للكره المصريه. بنشكرك يا عمر، شكرا جزيلا على الاضافه وعلى وجودك معنا النهارده في البيت الكبير. شكرا جزيلا يا عمر. شكرا كابتن هاني حبيبي، نورتنا وشرفتنا، ومستنيينك يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. دي كانت نهايه طبعا الفقره الحواريه الاولى. بعد الفاصل الكابتن الكبير شريف عبد الفضيل.